عم تقيم اللجنة المنظمة لدورات الفروسية حفل تكريم لأبطال سوريا بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. طبعا بيحيي الحفل كل من الفنانة ليندا بيطار والفنان وفيق حبيب. 7 ميكس تي في موجودة معكم ضمن الحفل لحتى تنقلوا لكم الأجواء. خليكم معنا لنشوف كيف رح تكون. اللي شاركوا بدورة البحر الأبيض المتوسط اللي أنا كسورية بشوف حالي فيهم قد الدنيا. اليوم من المتكرمين بهيدا الحفل، تخبرني شوي أكثر عنه. أكيد الشعور يعني ما بين وصف، والتكريم هو تتويج للإنجاز ومكافأة بعد التعب يعني، وهذا حافز ودافع للأيام اللي جاي يكون البطل ويكون يعني الجهود أفضل والأيام الجاية تكون أحسن يعني إن شاء الله بإنجازات أفضل. إن شاء الله يا رب، ونحن منكبر ومنفتخر فيكم. اليوم في شيء عم بيصير يعني، في تحضيرات ناطرتنا بألعاب القوى للبحر المتوسط؟ أكيد هلق نحن بطولة البحر الأبيض المتوسط كانت نتيجة مميزة للبطل معنا، بحيث حقق 5 أرقام قياسية على مستوى البحر الأبيض المتوسط وأرقام عربية وأرقام سورية، فهذا بدل أنه نحن على الطريق الصحيح باتجاه باريس 2024، وإن شاء الله تكون النتيجة بباريس مثل أولمبياد طوكيو وتكون الميدالية أفضل إن شاء الله. يعني هذا الشعب السوري مثل ما شفنا اليوم بهالاحتفال، شعب يعني بيستحق الفرح، يعني سوريا عظيمة وبتستحق الأفضل دائما، وإن شاء الله دائما نكون على حسن ظنكم. اليوم تخبرنا أكثر عن دوركم للفريق، شو قدمتوا لهم، كيف تم التنسيق معهم؟ كان أول شيء رحنا عملنا معسكر مغلق في روسيا لمدة شهرين ونص تقريبا، طلعنا من روسيا على بيلاروسيا، جبنا ميدالية ذهبية بطولة النصر في بيلاروسيا وميدالية فضية، وطلعنا بعدين على مدينة اسمها خربسكي تبعد عن موسكو 8 ساعات ونص تقريبا في الطائرة، كمان جبنا ميدالية لكن واحدة برونزية وواحدة فضية. قارعنا الروس هم مدرسة يعني في الملاكمة. 2024 إن شاء الله نحصد الذهب فيها بكل الألعاب مو بس بلعب واحدة. كل التوفيق أستاذ حسين، نحن منكبر فيكم وأنتوا فخر لسوريا، إن شاء الله دائما هيدا النجاح بيضل مرافقكم. شكرا لك وشكرا للقناة وشكرا لكل شريف في سوريا. كانت أجواء حفل تكريم أبطال سوريا بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ويلي أحياها الفنان وفيق حبيب والفنانة ليندا بيطار مثل ما نقلت لكم إياها 7 ميكس تي في. بدنا نتمنى دائما الفرح يبقى عامر بقلوبكم مثل ما كان اليوم وأكثر. أكيد خليكم عم تتابعوا 7 ميكس تي في عبر صفحاتنا المتواجدة على السوشيال ميديا.